متفائل جدا لهذه المباراة، وإن شاء الله هنكسب 2-1. إن شاء الله يعني ممكن نكسب 2-0 يعني مع توافق يعني اللعيبة وكده، بإذن الله نكسب 2. إن شاء الله الأهلي يعمل ماتش كويس مع الدحيل، وإن شاء الله نفوز بنتيجة 2-1. إن شاء الله الأهلي يكسب 3-0. إن شاء الله فوز الأهلي 2-1، والدحيل برضو مش فريق سهل لأن فيه محترفين كتير. إن شاء الله النادي الأهلي يرحنا برا ويشرفنا، وإن شاء الله توقعاتي 2-0 الأهلي. يعني ماتش هيبقى سهل ان شاء الله على لعيبه الاهلي عشان هم رجاله، وان شاء الله نكسب يعني النتيجه هتبقى على الاقل 2-1 لينا ان شاء الله بامر الله. اذا عدينا ان شاء الله يعني هيبقى 1-0 1-0 او 2-1 بالكتير، يعني مش هتزيد عن كده، لان هي دي المباراه الافتتاحيه، هتبقى صعبه جدا يعني. ان شاء الله ان شاء الله انا متخيله ان عقده بالي هتتفك هناك باذن الله، وهيجيب ان شاء الله جون، ومحمد شريف بقى يكمل عليهم ان شاء الله. ان شاء الله 2-1 للاهلي، الماتش هيبقى صعب بس الأهلي أداء وقدود ومعودنا على الانتصارات، وإحنا عندنا الروح. مش هيبقى ماتش سهل، بس إحنا برضو بطل أفريقيا يعني، إحنا أداها إن شاء الله لعيبة لو مركزة هنعدي بإذن الله، ونقابل البايرن بقى ساعتها إن شاء الله نعمل علينا والنتيجة بتاعت ربنا بإذن الله. إن شاء الله نكسب 3-0 وإن شاء الله أفشة يدخل جون يعني يعرف يخلينا نتقدم شوية ونكسب نلعب البايرن، إن شاء الله نكسبه. إن شاء الله 2-0 الأهلي، وهنجيب مركز إن شاء الله في كأس العالم.